خويا مهدي هذا البيض ديال النعام هذا راه قلنا ديال الفحل يعني هذا اللي بغى يخدم به بغى يفقس مرحلة هذه جوجة فواياجور هذه الفواياجور هذه الفواياجور انتوا مخلطة السلام على رسول الله السلام عليكم اخوان كي دايرين بخير نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير كما كتشوفوا هنا السوق راه دور ان شاء الله نعطيكم اجواء والله ميسر الجامع السلام عليكم سلام خويا كي داير بخير سلام الله يحفظك امال هذا الميسو هذا شمن كلام ويدان يا خويا ويدان الثمن ديالو شحال الثمن ديالو الاخر 500 500 عاد التبربيره ديال امو اللي ديال امو بالنسبه لهذا شحال عنده عامين كاين غيره ولا كاين هو لا هو اللي بقى هو اللي بقى الطيوره مشى بالنسبه للنمره النمره 06 06 34 82 23 14 23 14 لواش حاجه النمره الطيوره اخرى الى خويا والله ما يسر الجامع الله يحفظك الله يسر السلام خويا كيداير بخير بالنسبه لنا كنار كان عندي ثلاثة كورة وأربعة نشاو ثلاثة كورة وأربعة نشاو صفرين كورة ولا نشاو لا صفر تحشاني ذكر وفوقاني نشوى ونشوى الكريز هذه نشوى وجوج بسكويت نشاوي وبسكويت ذكر وأنت مجلس ذكر صفر تحشاني بالنسبة للثمن شحال؟ الثمن كورة 150 ونشاو 120 بالنسبة للنمرة 70 77 44 12 72 اللي بغات شي حاجة النمرة اللهم يسر الجامع علاش دابا اللوينات خويا نجيب دابا غيسولو على اللوينات علاش هذا لونه هكا وهذا لونه هكا هو اصلا في الدم ديال لا زعما كاين هادو واش يكونوا زياده واحده قدر يكون زياده هادو جوج والدين واحدين وهذوك والدين واحد هادو دم ولا هادو الثمن قلنا ديالهم راه هو 700 بالنسبه لهاد كي الكوره قلنا فيها شي الكوره ميتين وخمسين ديال السوق فهمتينا واحد بنادم هذا طلقه في الدار كل شيء كل شيء فهمتينا ومازال التريسي 0064 0064 87 87 49 49 13 13 هو شي حاجه النمره ولا ما سمعتش شي وليد دار وليداش تقريبا شحال شكون عندهم 15 يوم شي 15 يوم ياه هادي دابا لا بد توكلو لا بد توكلو يعني لا بد من الافانتيا هنا اش قلتي هنا كاين الكره ونتاو ياك الثمن هنا شحال كاينين اش ديال 5 واش ديال 3 هنا واش باغي ما تبيعش البراد لا هادو ما بغيتش نبيعهم هادو كاملين ماشي للبيع ديالات ولا هذا يعني هادو اللي للبيع هادو بالربح هادو ماشي للبيع نشوف هادو يعني للبيع هما هادو ثلاثة كورة ونشوف ثلاثة كورة ونشوف الثمن الثمن شحال هنا؟ 1000 درهم بالنسبة اللي بغى الفرادي تبيع لي الفرادي ولا لا؟ يعني باغي يبيعهم بأربعة الثمن ديالهم هو 1000 درهم هادو قلتي ديال السلاكة ياك السلاكة بالنسبة للنمرة 06 48 799 566 بالنسبة لهادو راهم باقيين شي هادو كاع من باقيين باقيين شفتهم كبار ولكن صحاح تبارك الله صحاح الله يسر
السلام عليكم. خويا امين. الله يحفظك. امورك الله يحفظك. توحشناكم حتى حنايا. والله كاع توحشناك خويا امين. قول لي باقي الولاعة ولا؟ لا باقي الولاعة، باقي الطيور، باقي أي حاجة. الناس يتواصلوا معايا تنصيفط لهم المدن أغلبية، والناس اللي تنتعطل عليهم وهذه راه لي كوموند بزاف يسمحوا لي. هادشي اللي كاين بالنسبة خويا أمين، خلينا النمرة تنديروا عندك شي زيارة إن شاء الله. أييه دوز عندي المحل، عاوتاني كاين الجديد، كاين مسابقات الوليدات الصغار، كاين ألعاب، كاين جوائز، كاين كلشي. بالنسبة للنمرة خويا أمين 06 44 13 64 13. اللي بغى شي كالوبسيت مدريسي مزيان، شي حاجة واعرة، يدوز عند امين. مرحبا بك. الله يحفظك خويا امين، والله ما يسر ما يسر. انت تشوف اخويا. مولين. انا باقي المحل هو المحل اخويا امين. باقي المحل هو المحل. شي حاجة. اللهم انا عسل الغد. يلا هو نور سير. اللهم يسر. لا هذا انا كيدير البلاد، كاين هذا ديال البلاد ودي الصباليون ياك. بالنسبه هذا وراده وكيقولوا هذا وصفرين، هذو كلهم بلاد، هذو الثمن، هذو الثمن ديالهم شحال؟ 700. هنا الكره ونشاو ياك كون انا دورا وليدات باغين يدرسوا ولا بغاو يدرسوا شي واحد. انا شهر ونص شهرين دريسه. دابا هذوك الدريساج ديالهم كيفاش؟ واش كتخرجهم تصيد بهم ولا؟ وبالنسبه للنمره خويا نجيب 0 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
هذا مالك اللهم بارك. هادو تبارك الله هادو شحال عندهم تقريبا؟ تقريبا عندهم شي عام ونص دابا. عام ونص. هما تيعيشوا 120 عام. راه مالو فوميل، المال الفوميل ديالهم. باقيين صغار هادو. هادو تقريبا شحال عندهم؟ عندهم شي عام ونص تقريبا. تبارك الله، الثمن ديالهم شحال هذا؟ الثمن على حسب الدريساج ديالو والكلام ديالو. هذا النوع هذا فريد من نوعه قليل نادرا في السوق. المهم الثمن ديالو تيتراوح ما بين 20000 درهم حتى 30000 درهم الواحد. يعني من 20000 درهم حتى 30000 درهم. تبارك الله. النمرة يخلي تخلي النمرة ولا؟ مرحبا مرحبا. النمرة خويا قايد 06 63 53 53 60 18 60 18 اللي بغى شي حاجة النمرة اللهم يسر الجامع. الله يحفظك خويا. انا خويا الجمال، حنا عندنا الجمال اخويا، حنا عندنا الجمال، حنا عندنا عين دياب هنايا، حنا عندنا عين دياب. ياسين خير صح الله يحفظك. هادشي راه كاين هذا ياك، هذا شحال عنده؟ 3 سنين جدار. 3 سنين اصلا جدار، الثمن ديالو شحال؟ 800. الثمن ديالو هو 800. بالنسبة للنمرة؟ 06 93 06 93 67 77 96 اللي بغا شي حاجة النمرة والله ما يسر الجامع. الله يحفظك.
شحال عنده هذا؟ راه ولا ولا هذا الثمن ديالو شحال؟ خويك نقول 2500 2500 اشوارك الله مازال فيه الكلام ياك؟ انا اللي بغا تجي تسنط ليه ضروري انا نجي تريح كاين كاين غير ولا؟ وعلاش كاين هذا؟ داوي انت ما ولا؟ دواو هنا لا؟ هنا؟ اش كاين في السوق اي ياك عارف؟ الطويره قلنا باقي ولعام هنا بالنسبه للطويرات الاخرى كاين جدر وكاين قرع كاين جدر وكاين قرع الثمن ديال الجدر شحال؟ جدر 900 جدر 900 يعني وبالنسبه للقرع 500 نشوفهم جربوا في الكري ولا؟ لا ما نخدمش به. الثمن ديالو شحال قلنا؟ 900 900 وكاين قرع ياك؟ كاين قرع تاهو ولا؟ قرع ولا؟ 500 500 بالنسبة للنمرة؟ واحد اخويا 06 06 53 85 85 65 اللي بغى شي حاجة النمرة والله ما يسير الجميع النمرة فيها الواتساب ياك؟ فيها الواتساب اللهم يسير. السلام عليكم. السلام عليكم. كده خويا رشيد بخير صحه مزيانه الله يرحمك ليا الله يرحمك خويا رشيد بالنسبه لهذا خويا رشيد هذا خو زيد الفوليا فوليا يعني ما جوج فاصلة خمسة من أربعة جوج فاصلة خمسة واحد عندي زيد في جميغال زيد سيباري هذا زيد سيباري هذا هذا راه زيد سيباري راه فيه شبيكال جوج 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 فاصلة خمسة ولا المهم اخويا هو الدكا هادو كاملين هاد الكورة ياك كل شي كورة مكاينش بالنسبة بالنسبة لهادو كيهرسو زوان ولا لا؟ هادو خويا البيض البيض وزريعة البيض وزريعة يعني الزوان باقيين دابا ما يهرسو الزوان باقي مرحلة باش الاخوان يكونوا عارفين هنا الثمن شحال كان شحال؟ الثمن هنا 450 درهم الولد هنا 450 درهم هادو راه ديال الفوليار هنا قلنا كاين الكورة واللي كيسوي عن تاوي لا تاوي ما كاينش تاوي ما كاينش بالنسبة كاين الولاد ديال الوطوات لا؟ كاين الولاد ديال أنا اخ رشيد راه معروف بالحسنية والوطوار ياك خويا رشيد بالنسبة للوليدات تما هاد الكورة هاد الكورة مكاينش النشوة هاد الزهرة مكاينش النشوة الحمد لله حنايا شوف عندنا الحمد لله يعني الناس كيعرفونا كاملين مكاينش قادر نزربو مع شي واحد النشوة نتوما الكار الكار غنبيع لك نتوما غنبيع لك غنبيع لك الكار غنبيع لك الكار ونجيبو شي حمر للقرية فهمتيني اخويا يعني تصفيت شراب كما كنقول تصفيت شراب اخويا الناس راه كيجيو عندنا المحلات لا شوف كيفاش برك هادو ديال الخلايا اخويا هادو جايين من الخلايا كيطابي عندي انا السيمانه اللي طابين عندي
بالنسبه لهذو الحفاظ اغلبيه شنو كيعرف هذا الوضع؟ الاغلبيه الوضع كيحفظ الحسنيه والوالد، لان علاش؟ هو كيتكلم بلا كورش ديالو، يعني هو كيقلب اي فرد يقدر يقلب، فهمتيني؟ حداد اي حاجه كيستثمر. راه كاين شي وطاوطه كتسمع كيضرب بالجماع ديال المواطنين، يعني كيضرب ولكن ما كيضربش مطولات، كيضرب شي حاجه اللي مقسمه للقرطف كما كنقولوا حنايا. المواطن راه كيتكلم بالميك ديالها، يعني كيجي هذاك الشيء ساهل. الحمد لله حنا هادشي هذا المسائل هادو حنا غاديين عند التعليم، علاش؟ الحمد لله حنا راه سيدينا في هاد الولاد، هذا ماشي الله غادي. انا بنادم راه ماشي الحمد لله ذكر جوال. ذكر وبالنسبه هنا الكره ديال الوطوات؟ الكره ما كاينه الكره هنا. الثمن ديالها شحال؟ الكره 150 درهم الوطوات. التاوي ما كاينينش؟ لا ما كاينش التاوي. بالنسبه للنمره خويا رشيد؟ 06 65 81 85 14 اللي بغى شي حاجه النمره والله ما يسال الجامعه الله يحفظك خويا رشيد. السلام عليكم. كدا خويا مهدي؟ بخير صحه الله يحفظك اللهم بارك. بالنسبه لهنا خويا مهدي هذا البيض ديال النعام. البيض ديال النعام هذا راه قلنا ديال الفحل. ديال الفحل ديال الفحل، يعني هذا اللي بغى يخدم به بغى يفقس مرحله. الثمن ديالو شحال هذا؟ كيقطع الخمس اللي بغى شي حاجه. بالنسبه ديال الماكله مناش كيبدا؟ الماكله كيبدا من 250. من 250 تقريبا شحال كتكون فيها هي من كيلو 700 على حسب الكيلو، يعني راه كيكون فيها كيلو 700. بالنسبه لهنا هذاك الثمن ديالو شحال؟ 800 درهم فياس. هنايا هذاك فلوس ديالو نيش شحال؟ 170. هذا الزينة ولا البياض هذا؟ هذا ما كيكون من البياض ولا الزينة؟ لا هذا البياض، داخل البياض، داخل إطار الزينة. بالنسبة للنعام كاين نعام أخويا مهدي؟ دابا لا ما بقاوش، كانت واحد جويجة واقيلا ياك تباعت. اللهم يسر. بالنسبة للنمرة؟ 06 76 18 72 41. اللي بغى شي حاجة النمرة؟ مرحبا. اللهم يسر الجميع الله يحفظك خويا مهدي. الله يحفظك. خويا اللي كيسول على الأخ فاس، بالنسبة لهذو قلنا يعني كاينين جوج هنا العود، شمن عود هذا؟ العود الفيرنكي وهذا اللي احمر كيقولوا ليه بادوك. بادوك الفيرنكي. وبالنسبه للسلك كونفاليزي بيسي كلاس بالكحل. انا كاين بيسي كلاس بالكحل. هذا راه السرير ديالو كيتهيد ياك؟ هذا راه السرير كيتهيد. هذا الثمن ديالو شحال كيبقى؟ هذا 300 درهم. ب 300 و 300 وهذا؟ هذاك 280. 280 السرير عنده فيكس. هذا السرير فيكس، علاش هذا 280 والاخر 300؟ هذاك السرير فيكس والاخر السرير كيتحيد. كيتحيد، يعني هذا فيه شويه الخدمه على هذا. هذا فيه شويه الخدمه على هذا. هذا بالنسبه بحاله بحال هذا تمام. بالنسبه للنمره؟ النمره 06 06 33 33 92 92 58 58 04. بالنسبه لهذا ولاش كيخدموا شمن الفراغ؟ كلشي اللي بغى يدير فيه المواطنين، الوطوات، الحداد، الحسنيه، كلشي. اه اللهم يسر. خدينا النمره ياك؟ ماشي. بالنسبه لك كيكون الموديل اش من غير هذا؟ كاين الموديل. اه نعاودوا النمره فيها الواتساب. فيها الواتساب. اه 06 33 33 92 58 04. اللي بغى شي حاجه النمره اللهم يسر الجامع. كدي خويا ايوب بخير صحة الله يحفظك. الجمال كان سارع في الجردة. اللهم بارك. بالنسبه لهنا الاكولي اخويا ايو اكولي هذاك كيطير ويجي هذاك مقصناه واحد شويه. هذا مقصي. بالنسبه لهذا واش من طفراش هذو؟ هذا باليت. هذا باليت. هذا لاسون. هذا لاسون. دابا هادو واش باينين الكره من تاوي ولا لا؟ باقي ما يبانوش غير احتمال وصافي. يعني كاين احتمال هنايا فاش شاك انت؟ كاين هذا. هذا تكاين. بالنسبه للاخر؟ هذا ما شاك فيه لا تكلم نشوف كيف هذاك. يعني باقي ما مبينينش. هو التصرفات اللي كيديروا ديال الكره والله اعلم ما نقدروش نحكموا دابا 100%. يعني باش بنادم حتى هو ما يديرش باله مع واحد الثمن ديالهم شحال اخويا ايوب؟ هذا لما قال شويه 2000 2000 درهم. 2000 وهاد لاسون 2200 هذا راه مفطوميش هذا كيطير ويجي. يعني هادو دابا تحطهم ما تبقاش طيهم في السورين كاع لا بغا شي ما طيهش ليهم. كيضربوا التفاح كاو كاو السريه. بالنسبة كاين ما غيرهم ياك؟ باقي باقي شي لعيبة شوف اش تقول شي حاجة تعجل باقي اللوري. اللوري وليد ياك؟ شوفوا دابا. دابا وليد ديال اللوري.
هذا الثمن ديالو شحال؟ 2200 2200 واه من طرف خويا يوسف ماشي مشكلة ما تخصوش هادشي هاد السورة وكلشي السن ديال التريساج هذا قلنا الثمن ديالو هو 2200 بالنسبة لليزانس ليزانس اخويا باقي هذا وهذا هاد البيرسونات هو اللي كانوا البارح اصلا الثمن ديالهم شحال؟ 150 120 انا 150 هذا النهار لعب 120 قول لها شنو كاين؟ صافي مولينا باغا واحد السيد بالنسبة للنمرة خويا ايو 77 15 32 اللي بغا شي حاجة النمرة ايوب تي في اللي بغا اي حاجة مرحبا بالنسبة للصفحة ايوب تي في بالفرنسي ياك العربية والفرنسي العربية والفرنسي اللهم يسر خويا ايوب كدا خويا بجلي خير صحيح وهذاك الله يحفظك اللهم بارك نبداو بالصديق نيت ها بالنسبة لهذا الكروبيو كروبيو كيتميز بالحفاظة ديال الطيور المغردة يعني هذا يقدر انه يقلل الطيور المغردة يقرب الطيور المغردة كاملة و المقنين الأغلبية المقنين والحسنية والحسنية كتحطهم لي كيحفظ هذا بين تكر ولا لا؟ مازال ما بيش دار بيش الأغلبية ديال السامبل كيطلعو نتاو كيطلعو نتاو والنشوة كتحفظ لا؟ لا باش تحفظ الشهر النشوة التريساج والولاعة في الدار صافي تقدر تقلد بعض الأصوات ديال الفراخ اللي في الدار مثلا الكالوبسات ليزانس أما الكورة كيحافظوا 100% الثمن ديال الثمن ديال 500 درهم 500 درهم كاين هادو كاين واحد الفرصة غير منهم كاين واحد الفرصة منهم بالنسبة لهذا سوفاج لا هذا سوفاج ولا دريساج؟ كاين هو لا هذاك سوفاج ديال الخدمة هو سوفاج تخير تخير هذاك الثمن ديال الباك ديال 2022 الثمن ديالو شحال؟ الثمن ديالو 700 درهم 700 درهم بالنسبة لهنا كاين وليدات ديال الدريساج ديال هاد البلاصة اللي كايرين في الصورة نقول لها صغار الثمن ديالهم شحال؟ هذيك تبقى 250 250 كاين هنايا بياسة كريمين وعين عين كحلو كاين جوج بياسة عين حمراء الثمن شحال هنايا؟ هذو كلهم تما كاملين في الصورة هذوك يبقاو 180 درهم بحال العين الحمراء بحال هاي اللي بغا شي بياسة كبيرة مفطمة لا مفطمة نوجدها يعني اللي كتبيع تا مفطم يعني يقدر شي حاجة كبيرة بحال هادو دابا إلا بقاو عندي وتفطموا بغا شي واحد بياسة كبيرة أنا نوجدها لي كاين هاد البياسة هادي ديال بارلو أرلوكان شفنا شحال؟ هي بقات 300 درهم بالنسبة لهنايا هادو بياسات كبار ديال الخدمة هادو خدمة هادو كبار ونتاوي كاين هنا هذا الطير هذا خدام عندي هذا أربعة المرات دريسي دريساج ولاعه ديال الخدمة اللي بغا يخدم كم شحال؟ كاين هادي 300 درهم كاين هاد النجيوة هادي بانت 2021 خديتها خدامة 250 وكاين هاد الطير كريمين وتا هو 250 بالنسبة لهنايا شنابر شنو ديالهم شحال؟ هذوك يبقاو 150 درهم 150 بالنسبة للبيروش؟ بيروش كوك هذا البلاط هذوك 250 250 خير هو الخضر والنسي هو يبقى بالنسبة لهادو اللي هنايا كندوي عليهم كيكونوا هادو ديال الخدمة ديال الخدمة هادو اللي الدريساج هما الوليدات بالنسبة لهنا؟ هنا كاين كوبلا ديال روزيلا ماشي مشكل هنا كوبلا روزيلا باك 2023 هنا باك 2023 الثمن ديالهم شحال؟ 2023 كار 2022 الثمن ديال 2800 درهم 2800 كندوي على جوج فاش منا خدام ياك ولا لا؟ كار فاش خدام النشوة مازال كار فاش منو خدام النشوة مازال بالنسبة لهنا كاين شنابر ديال هادو باقي دريساج ياك؟ لا هادو ديال الخدمة هادو هادو الخدمة هادو الخدمة اللي بغا يخدم بهم راه ديال الخدمة الثمن ديالهم شحال؟ تبارك الله كاين فيولي كاين الزرق كاين الثمن منو شكل درت عليه؟ هادو كيبقاو جملة 140 درهم بياسة اللي بغاهم جملة توفر يخدم شي مسيرة ولا شي حاجة راه بياسة الحي بالنسبة للنمرة خويا عبد الجليل النمرة 06 96 32 05 05 08 اللي بغا شي حاجة النمرة والله ما يسال جامع الله يهديك فاش فيسبوك الصفحة ديالي اللي بغا يدخل تولى مع راسات ولا بياسة ولا شي معلومة شي استشارة بالنسبة فيسبوك عبد الجليل أبو فرح شوية دور شوية قبل استشارة شي معلومة كان بوزيفيتي شي حاجه معروضه للبيع يعني اللي بغى يعرف الجديد على هذا الشيء حاجه جديده راه يدخل للباج سجل اللهم يسير الله يحفظك الله يحفظك والله يتمليح انا نيت باغي نتقدم من عنده واحد الكوب لا سخر فيها الله اللهم يسر لكم نتمنى انه يسر لكم امين الله يسخر الله يحفظك خويا منصف اللهم يسر بالنسبه لهذا خويا حسن هذا ولد العام مالاكا في كلام مالاكا هذا ولد العام مالاكا الثمن ديالو شحال؟ الثمن ديالو خص بنادم يتصنط ليه فيه شي ديفوات ولا؟
فيه فيه واحد حصيره هو كي راه فيه تعاوق ديال مالاكا وعامل كبير. يعني هذا خاص تسلط ليه؟ خاصني نجي نسمع. واش ابو حميد؟ عاد وكاين هذا الميسو هذا مش عنده هسه؟ ميسو شحال عنده اخويا حسن؟ ميسو عنده عامين اخويا. عامين، الثمن ديالو شحال قلنا؟ البيع ديالو هو 800 درهم والله خاطر. الثمن البيع ديالو هو 800 درهم. كيعيطوا لي شي اخوان كيقولوا لي واش عندك الفيديو ديالو؟ كيقول لي ما عنديش الفيديو ديالو، عندي فوكال هو اللي عندي. انا اللي بغى يجي يتسلط. يجي يتسلط الا لوح لي فوكال هو اللي عندي اخويا. اها وبالنسبة للمقنين شحال الثمن ديالو تيتسلط ليه بنادم؟ قلت لي خاصو يتسلط ليه بنادم، غير كاين اللي غيبغي يعرف شحال جهدو فهمتيني؟ باش هذيك الساعة واش يتسلط ليه ولا لا؟ الثمن ديالو هو 800 هذا راه قلت لي ولد العش من باقيش ياه؟ لا هذا شوك شوك بالنسبة للنمرة خويا حسن؟ بالنسبة للنمرة 06 51 51 73 94 19 اللي بغى شي حاجة النمرة ولا مو يسل جامع الله يحفظك بالنسبة هنا هنايا بعض الله باش مشات الفواياج هذا الفواياج هذا الفواياج هذا الفواياج نتوى مخلطة نتوى مخلطة كاين بيطون كاين بيطون كاين بيطون دانوا هذا الفرنكوني الوليدات ديال الفرنكوني هادو كيكونوا زين هنايا في الطاقة هذا الذكر ديال البيت نتوى ديال الخميسي نتوى خميسي هنايا تما ذكر ديال ساتيليت ذكر ديال جاكوبين كابوسا جاكوبين كابوسا هذا باغولا ذكر ديال الموكي ذكر طوسي انديا
بالنسبة هنا راه قلنا غير السميات بالنسبة للنمرة فعبد الله النمرة راه عندك النمرة دوز في الفيديو 06 61 56 01 38 اللي بغا شي حاجة النمرة ولا ما يسجل راه كاينين كاين الحمام وكاينين حتى شي مقاين الناس يا كاين الله يحبك خويا الله ديالك يعني كاينين طيور الزينه اللي بغى شي واحد شي حاجه مره دابا راه ما حصل والو هاد الساعه كاينه جوج ويجات ديال جوج اللي بغى شي حاجه يتواصل والله ما يسير جامع الله يحفظك باغي الله.